تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وعنا يعني طاقم البرنامج معنا، نصبح على ميرا الخفضي معنا في التنسيق وفي الإعداد اليوم نور نزال، و في الإخراج على تسمعون أصوات وحد يكسر في الاستوديو ويفر الأغراض، هذا وائل زعتر وائل قواسم عفوا. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وصبحت الله بالخير دكتورة ندى الملا. يا صباح الورد ويا صباح الجمال، يا صباح الأربعاء الجميل اللي يتبعه الخميس الونيس، إن شاء الله باكر نصبح عليكم بالخير في اليوم الجميل. وأذكركم أرقام التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف موجودين لايف بعدنا. جماعة في أسئلة طبية الناس يقولون دكتورة تواصل معنا بعد البرنامج، اطرحوا السؤال على الهواء، لأن لما نطرح على الهواء ترى يستوي في استفادة، يعني نفيد أكثر عن شخص، وصعب أن أرد على كل الناس اللي يطلبون بعد البرنامج. اتصلوا من البداية الناقش يستوي فيه حوار ونقاش والناس تستفيد. صح، وبرنامج البث المباشر يخلص الساعة 10 10 إلا 10. إنزين، يعني وايد مهم يا جماعة الخير إن نركز بس شوية. برنامج البث المباشر 10 يخلص، طرشون مسجات ممكن هذه المسجات ما توصل للمعنيين أو ما يشوفونها، مع أن أنا يعني أكد إن في حرص من عندهم كبير أنهم يشوفون كل المسجات، ولكن سهلوا عليهم وسهلوا علينا نحن هذا الموضوع كذلك. طيب، خبرنا الأول يقول هناك فوائد لتناول الأمهات الأطعمة الحارة خلال الرضاعة. قبل كنا نقولهم ممنوع، والحين نقرأ الدراسة. قول شو تقول الدراسة. نصح الأطباء الأمهات المرضعات بالإقبال على تناول الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل أثناء الرضاعة الطبيعية، إذا كنا لا يردن مواجهة رفض من أطفالهن لتناول الأطعمة في المستقبل، وتتجنب العديد من الأمهات المرضعات تناول الأطعمة الحارة بسبب أسطورة منتشرة تقول أن تناول الأطباق الحارة مثل التي تحتوي على الفلفل الحار سوف يسبب غازات مفرطة للرضيع وقد يجرح حنجرته. وقال الأطباء في تقرير طبي لصحيفة الديلي ميل البريطانية أن تناول مجموعة متنوعة من النكهات بما في ذلك الغنية بالتوابل يعزز حاسة التذوق لدى الرضع، مما يجعلهم يقبلون على الغذاء بشكل أسهل فيما بعد. وقالت الدكتورة جينيفر ويدر المستشارة الطبية لجمعية أبحاث صحة المرأة أنه لا توجد أدلة علمية جيدة تفيد بأن الطعام الحار له تأثير سلبي على الأطفال الرضع، إلا يعني كلام دكتورة ندى، حتى أنها تقول أنه لا ضرر من أن ترضع الأمهات أطفالهن أن ترضع الأمهات أطفالهن مباشرة بعد تناول المأكولات اللذيذة، لأن الغازات التي قد تصيب الأم هي رد فعل في المعدة أو الأمعاء. وأضافت من المهم أن نتذكر أن حليب الثدي لا يصنع مباشرة من الجهاز الهضمي، وإنما من دم الأم. حتى إذا تناولت الأمهات الخضروات المسبب للغازات سيتم سحب المكونات الغذائية لحليب الثدي، ولكن المكون الغازي غالبا لا يؤثر على الطفل. وقالت هذا لا يعني أن الرضع ليسوا حساسين لبعض الأطعمة، كل طفل
يختلف، ويستغرق الأمر ما بين 4 إلى 6 ساعات ليصل الغذاء إلى حديد الثدي، ولكن عوامل مثل كيمياء الجسم والتمثيل الغذائي يجب أن تجعل الامتصاص الغذائي يتم خلال 1 ساعة وربما تظل حتى 24 ساعة، وتتحول البروتينات والدهون والكربوهيدرات والمعادن والماء إلى جسيمات صغيرة يتم امتصاصها في مجرى الدم وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى. من هناك تذهب تلك الجسيمات إلى الأوعية الدموية في الغدة الثديية وفي حليب الثدي والنكهات، وكذلك الجزيئات التي تحمل رائحة الطعام تذهب أيضا في مجرى الدم وتصل إلى حليب الثدي، وهي عملية مماثلة لتلك عندما يكون الطفل في الرحم، حيث أن الغذاء الذي تأكله الأم يذهب إلى الدم وإلى السائل الذي يحيط بالجنين الذي يتغذى عليه الطفل في الرحم. طبعا قالت إذا كانت الأطعمة الحارة بالفعل جزء من نظام الغذائي للأم أثناء الحمل، فإن احتمالات اعتياد الرضيع على هذه النكهات عند بدء الرضاعة الطبيعية تكون عالية. وهذه الأبحاث يعني اللي 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 وجدت يعني منشورة في المجلة الكورية لطب الأطفال في العام الماضي، أن الأطعمة الحارة يتم تجنبها عادة من قبل الأمهات المرضعات، لأننا يعتقدنا أن يمكن أن تسبب الغازات والطفح الجلدي عند الأطفال الرضع، وهذه اللي كانت منتشرة عندنا بشكل كبير. المهم خلاصة الدراسة أن النكهات القوية يمكن أن تغير رائحة ونكهة الحليب حليب الثدي، لكنها من غير مرجح أن تؤثر على الطفل في واقع الأمر. هذا حسب الأطعمة الحارة والنكهات القوية اللي تحفز الأطفال فعلا. والله تدري أن أمي شو كانت تقول دائما؟ تقول إذا الطفل طلع اللي هو يسمونه بيكي إيتر أو صعب في الأكل، لأن الأم ما كانت تأكل كل شيء لما هو كانت حامل وكانت رضع، أمي دائما تشجع أن ناكل كل شيء، تقول أنه يطعم في حليب الثدي وفي دم الأم، يعني لما الأم حامل بالطفل، فيستوي الطفل يتقبل كل أنواع الأكل. سبحان الله أمي قالت قبل الدراسة، بس شوفوا الدراسة شو قالت، تقول يعني الأمهات يقدرون يأكلون هم يبونه وما يأثر عندهم على حليبها، بالعكس ممكن يخلي الطفل يتقبل الأطعمة في المستقبل. يمكن عشان شي تعرف محمود كثير من عيال هالزمن وايد صعبين في الأكل، كل الأكل ما يحبونه. والله أنا شاك إن هذيلا أصلاً ساروا عند خالو وخذوا الفكرة مالت الدراسة. سمعوها الدراسة. بس والله ممكن تعرف أمهاتنا قبل ما كان يفكرون بهالطريقة. بس الحين لا تأكل ملفوف، لا تأكل خس، لا تأكل فلفل، لا تأكل طماط، لا تأكل ما أدري شو، عشان ما يأثر في عندها الحليب. بالتالي العيال وايد طالعين صعبين في الأكل. الحين أنت غيرتي معتقداتك طول السنين من خلال هذا الخبر اللي قريته. أنت الخبر تقرأه أنا من فيه على طول. أمي في 100% غيرتي رأيك على طول. لا أنا شوف أنا دائما ما أحب التشدد، يعني أقول حقهم لا تاكلين لا تسوين عشان ما يروح عند الطفل ويسوي لغزات. أنا عمري ما أقول لا، بس أقول ما تخففوا في حال مثلا، خصوصا الأطفال، في أطفال يكون عندهم غازات بزيادة، الطفل ما ينام في الليل، أم ما تنام، فإحنا نحاول نساعد الأم نقولها خففي. بس شوف الدراسة تقول ما يعني علاقة ولا ها تسيعي خففي ولا تسرعي فإن نخفف بس بالموضوع. بس شو قالت الدراسة؟ قالت هذا ما يعني ما في علاقة. بتشوف شو قالت؟ قالت مو معنى ما العلاقة 100%، كل طفل يختلف عن الآخر بس بشكل عام. لا هي قالت إن ممكن تغير نكهة ورائحة الحليب بس الطفل ما يعني يتقبل، وهذه النكهة هي بتساعد الطفل إنه مستقبلا يتقبل مثل هذه الأكلات. بما نتكلم حين على الأمهات المرضعات، قام نطلع فاصل ثاني. لا لحظة قبل لا نطلع فاصل خلينا نأخذ مداخلة. مداخلة زين، عشان عقب أقول عنها. ألو صباح الورد. السلام السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أخوي. معلش أنا يعني متابع برامجكم على طول، وبس أختلف يمكن معاكم، أنا ما طبيب، لكن إحنا عندنا مثل يقول أزال المجرب ولا تزعل الطبيب. أحسنت. فأنا عندي تجربة مع ابني، كان وقت عمره يمكن في فترة الرضاعة يمكن 2 أو 3 شهور، كان يجيء إنساج على طول، وكنت أنا ثابت في مستشفى لطيفة. وتعمل له تحميل وكذا. فأتذكر وقتها في ونحن منتظرين طبيب، يعني يمكن كان حتى المواعيد كانت بعيدة، فمنتظرين طبيب مرة، طبيب سوداني أتذكر، فسألنا شو عندكم، قلت له حاصل كذا كذا كذا، قال لك جيب ابنك رقده في الغرفة، يعني هو بس كمساعدة لي. ففحصوا على السريع، فقام عايل لي والدته قال له يا أخي سبب منك أنت، قلت له كيف منك؟ قال له شو أنت بتاكل؟ قلت له أنا بأكل الحاجة. قال لا
شو انت بتاكله بتحول له بيو امساك من سبب بنت فانت تاكلي سوائل وحاجات فيها مسكرات كده عشان بتجيب الحاجات. فافتكر انه فعلا لما احنا غيرنا وضع النظام لكن سبحان الله بعد يمكن ثلاث مرة يعني ثلاث يوم بخروج طبيعي وعادي ما احتجنا لأدوية وما احتجنا لأي شيء. بدي بسمع المواقف من شكرا لك أخوي على مداخلتك الجميلة وتجربة جميلة طبعا فعلا والحمد لله الطفل الحين بخير الخير الحمد لله. الحمد لله شكرا لك يا عماد. في مداخلة ثانية بعد أنزل تفضلي. بغيتي تكلمين عن الأمهات الأمهات المرضعة؟ بس دقيقة بقولكم الأمهات المرضعات طبعا غير الأسطورة اللي تقول إن الأمهات لازم ما تأكل أكل الحار والفي غازات, في الأسطورة الثانية المرضع لازم تأكل وايد. فالله يخليكم ما نبل المرأة المرضع تنطلق على الطعام بعد ما تربي. ليش؟ لأن أيام الآخر شهور الحمل كانت تعبانة ما تروم تأكل بسبب بطنها عود, فمن تربي ينطلقون على الأكل وما تعطيها حسو وعمتها تعطيها رهش. فخفوا شوي عليه لأن يسيعقب يزيد وزنكم. الحسو شيء اكله شعبيه يقول تدر الحليب وتساعد في تنظيف الرحم وشيء في سعرات حراريه ضخمه يعني تسوى بالسمن وبالطحين. اكله شعبيه ولا اكله حريميه؟ شعبيه حريميه. اوكي فخفوا عليه شويه بنات. ما يعني شو هذه الحسو تتكون؟ حبه الحمراء وطحين وسمن. قولي حبه حمراء. لا بيسوون بطريقه معينه بيسمونها حسو بس وايد في سعرات حراريه محمود, يعني سعرات الحراريه مهوله فلا تكثروا منه. بس الحريم ياكلون الرياي ما ياكلون؟ والله ما اعرف يمكن الرياي يقدر ياخذه. ما فينا بعد تاخذونه تموتون. ما فينا يعني. تقولون حار علينا الحريم عادي يحطون فيه بهارات ويحطون فيه بهارات مال بهارات وادويه يحطون فيه بعد او انه ينظف الرحم مال الحرمه. زين انا بقول لكم شغله اعزائي المستمعين, اي معلومه شعبيه لا تاخذونها من الدكتوره, ندخلوا معلومات طبيه بس. لا والله محمود صدق. زين خلونا الحسو. الرهش والدياية الكاملة هالمشوية لازم أخذها بالجلد مالها عشان يعطيني دهون عشان أرضع, هذا كله خرافات. اكلي أكلك العادي وشربي سوائل وايد وحركي ريولاتك, امشي. المشي جدا مفيد للمرأة حامل أو مرضع. كم ريول عندها الحرمة؟ ثنتين. زين قلت يمكن بعد في شيء ثاني بعد أنا ما أعرفه. أطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل أتواصل معاكم. تعرفين الحسو ولا؟ ما تعرفين ميتة ما تعرف شو الحسو بعد. بطلع لك صورته الحين بالفاصل. يلا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام, حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع هيئة الصحة تعاون مع نور دبي. ونور دبي عبر نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصية على 4006. إذا سمعتوا صوتي يروح ويرد عندي مشكلة في المايك. كيف مشكلة؟ حللها المشكلة. الله لو سمحت, لو سمحت. ممكن أنزل. أقدم برنامج روحي عشان ما حد يلعب في المايك مالي. عموما مستمعينا يعني في عندنا في مستشفى لطيفة جناح جميل اسمه جناح البستان. جميل فعلا. كان مسكر فترة. اي والله كان حريم زعلانات وايد زعلانين كانوا يعني العملاء على هذا الموضوع, ولكن نبشركم انه اليوم بإذن الله بيكون في افتتاح لجناح البستان بمستشفى لطيفة للنساء والولادة. نحن معانا عبر الهاتف الأخت فاطمة بوهناد المدير الإداري والمالي في مستشفى لطيفة. صبحت الله بالخير فاطمة. صباح النور والسلام على الزمان. زمان ما سمعنا صوتك. حياك الله. اهلا وسهلا. هلا اختي فاطمه مبروك عليكم افتتاح البستان. دكتوره ندى هلا مرحبا كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. اهم شيء سؤال كل حد يسالونا في العياده, متى تفتحون الجناح؟ ان شاء الله اليوم. اليوم ان شاء الله. بشرت ان شاء الله. احب انا في البدايه اهني مرضى مستشفى لطيفه على افتتاح جناح البستان وبيكون بحلته الجديده ان شاء الله, حيث قمنا بعمل صيانة لجميع الأجنحة وإضافة مطبخ تحضيري خاص لكل جناح. لكل مريضة لها مطبخ تحضيري خاص وهذا بناء على رغبتهم. مطبخ يطبخون فيه أكل ولا بس تحضير؟ تحضيري فقط محمود عاد مو بطبخ. يعني شاي قهوة يحضرون شي يعني فيه صح؟ شاي قهوة أغراضها يعني ممكن يحضرون هذا الحسو؟ ممكن يسوون حسو فيه بعد؟ لا حسو عادة لا حسو من البيت يبونه. صح من البيت يبالا الطبخ فترة طويلة الحسو على الضام. بس جزاكم الله خير ضفتوا مطبخ. المطبخ الحرمة تبقى مطبخ وين ما تبقى, لو في ولدة وين ما تكون وين ما تكون, لو في حجرة الولدة تحطوا لها مطبخ بعد ما عندها مشكلة. المطبخ شيء أساسي, تحط مواعين شاي قهوة.
هاي خدمة عاد إن شاء الله في المستقبل، نحن عندنا خطط مستقبلية ونسمع آراء العملاء، وليش لا المطبخ بيكون موجود في أي مكان في لطيفة. هذا واحد من التغييرات اللي استوت على عملية التطوير لهذا الجناح. في تغييرات ثانية بعد؟ هي مجرد صيانة وإضافة هذا المطبخ التحضيري، الديكور تغير، اللون تغير، في غرف زيادة، غرف توسعت. لا إن شاء الله في خطط مستقبلية لزيادة الغرف، بس اللهم تغيير عزكم الله الحمامات وتحضير مطبخ جديد خاص بها. اختي فاطمة، بالعادة لما كان جناح البستان مفتوح كم النسبة التشغيلية مالتي؟ يعني دائما يكون غرف فل أو دائما النسبة التشغيلية تقريبا 9% نحن عندنا 15 جناح اختي ندى، والأجنحة مقسمة يعني على حسب، وفي عندنا قائمة انتظار للأجنحة، وحين طبعا بعد تسكير فترة مؤقتة فأكيد الكل منزعج والكل الحريم حابين أنهم يكونوا مرتاحين في أجنحتهم. صحيح. فإن شاء الله نبشرهم بافتتاح الجناح اليوم، حياهم الله، وأتمنى لهم يعني ولادة وإقامة سعيدة في مستشفى لطيف إن شاء الله. إنزين أختي فاطمة، تعطينا على السريع شو أنواع الغرف الموجودة في جناح البستان؟ عندنا نحن ثلاث أنواع للغرف، فئة 4000 درهم وهي 6 أجنحة، وفئة 3000 درهم 3 أجنحة، وفئة 1300 درهم 6 أجنحة. 1300؟ نعم على حسب. على حسب. بس غرفكم يعني احنا مرينا عليهم من قبل، ما شاء الله الغرف رائعة، التصميم جميل. هذا في اليوم 4000 درهم. ايه. نعم. عادي، تستاهل الحرمة. صراحة اختي فاطمة مو عشان الشرف هيئة الصحة، انا شفت حتى غرف في الخاص، غرفنا في لطيفة ارقى واحلى. انا ما اتكلم الحين عن امكانيات اللي موجودة وكذا، انا اتكلم عن هذا الفقير الريال هذا اللي بيضطر يدفع في الليلة اربعة. الحرمة كم تقعد غالبا؟ على حسب والله، 3 أيام 4 أيام معظمهم بعد يومين. الولادة الطبيعية يومين محمول. يومين لو بنت يومين، إذا عملية مع مثلا ممكن ماكسيمم 4 أيام. هي إذا ولدي ختنونة 3 أيام يعني ممكن. أنا بهذا المبلغ ممكن ألف 4 دول يفكر يعني هو يصف على التذاكر ويسافر عادي. هي أثر على نفسية المرأة. تخيل الغرف جميلة محمود وسيعة ورحبة. لا يا أختي، يا ليت إنه يأثر على نفسية المرأة. هاي يعني سوري أكيد. أنا فاطمة دام فتحنا هالموضوع، البيئة المكانية لها دور أخ محمود، البيئة المكانية لها دور كبير. أنا معاك تماما، والخدمات اللي تقدمونها أصلا خدمات جميلة في هذا المجال، وهذه ما يتألى بناء على طلب الجمهور فيها. أنا أتفق معك، ولكن أنا أتكلم على طلب الجمهور، ما أتكلم عن الخدمة. أنا أتكلم الحين عن 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 توجه يعني أتمنى اللي عنده الله يزيده ويبارك له، زين، ولكن هذا اللي من فئة متوسطة أو كذا أو راتب على قد غرف عادي للمواطنين. غرف أنا عارف ترى نقول هذا، لكن الحرمة بتي بزن على راس. ليش رسوم؟ ليش فلانة ربت في الجناح حالك وأنا ما ربيت، وأنا أبغي يعني أسوي مثل حفلة استقبال حق هذا والياهل ولا يدري شو السالفة؟ ممكن أخبركم عن يعني بعد أخبار ومخطط مستقبلية المستشفى مشاريع عشان غير الموضوع صح؟ لا تغير ولا شيء. عندها 9 شهور تجهز وتيمع وترتب أمورها وترتب ميزانيتها للولادة. هذا كلام زين. هذا الكلام زين. الحيلة أنها تكون فرحان بعد الولادة، تستقبل ضيوفها، تحب يكون المكان مرتب ونسق سهل. الحين هذا الكلام هذا حلو، نتيمع تيمع لي ما توصل يسمونه. بس أنا رأيي تيمع حق الحبل السري أحسن لما ما تيمع حق مشاريع المستقبلية. ممكن أقول لكم بعدين تناقشة وحق التيمية. أوكي إن شاء الله. نحن دائما في مستشفى نطيفة نكون متجددين ونجاري التطور الدائم. نعم. من مشاريعنا المستقبلية كذلك للأم، يعني ما فكرنا بعد الولادة، بعد فكرنا وقت الولادة. وبحمد الله بدينا بزيادة عدد غرف الولادة بناء على المعايير الجديدة. فيعني حين حاليا بدينا نبني 10 غرف ولادة زيادة. ممتاز. بتكون هاي الغرف في غرفة الولادة، ما في المريضة عادة إذا هي على وضع الولادة تدخل الطوارئ وقت
المراجعين، وعادة أن طوارئ أطفال ونساء لهم بيكون مدخل خاص للولادة دايركت، تكون في غرفة الولادة. ممتاز، جميل جدا، يعني هذا فعلا يخفف على الحرمة فعلا. بل إن شاء الله بحمد الله يعني بدينا العمل به، بيضم عدد زيادة عدد 10 غرف بالإضافة إلى الغرف الحالية. ممتاز. أنا توقعت بتقولين إن الخدمة الجديدة اللي خليت تربي في غرفتها في جناح البستان مكانها تربي إن شاء الله إن شاء الله، بس إن هذه مو بخاطرة طبيا إن حالياً بتكون في غرف تدخل مدخل رئيسي إلها دايركت في غرفة الولادة، تستقبلها الممرضة والطبيبة وينهون إجراءاتها، ما نقلها من مكان إلى مكان لما توصل غرف الولادة. VIP يعني سيرفيس VIP للجميع هذا بيكون. يا سلام. وكذلك عندنا توسيع للطوارئ حسب المعايير العالمية، وإن شاء الله بنبتديها في بديناها تقريبا في القريب العاجل، بننهي قسم الطوارئ في مستشفى لطيفة. ممتاز. بيكون بتوسعة وبحلة جديدة للنساء والأطفال. ممتاز. إن شاء الله. طيب الساعة كم الافتتاح؟ إن شاء الله قبل الساعة 12. قبل الساعة 12 يعني بتربي اليوم تودينا؟ أنا ليش أقول الكلام عشان أنا اليوم. أي يعني. حياكم الله تفضلوا. يعني بتربي اليوم تروح البستان؟ إيه ليش لا؟ سلام. من بعد الساعة 1 كلهم، وفي على فكرة قائمة عندنا للمرضى اللي داخل في الأقسام العادية يترينا نفتح يقولون نقلونا، ونحن على استعداد أن ننقلهم اللي حابة تنتقل. إيه الله يعين. نتمنى الجميع السلامة إن شاء الله. أهم شيء صحتها وصحة الياهل طبعا في الأول وفي الأخير، هاي بيزات نفاد تروح وترد، أهم شيء صحتها وصحة الياهل. المهم صحتها وسلامة الطفل أهم شيء. زين. طيب شكرا فاطمة. حياك الله. مشكورة فاطمة بوهناد المدير الإداري والمالي في مستشفى لطيفة، كانت تكلمنا عن مشاريع كثيرة في لهذا المستشفى. للأمانة مستشفى لطيفة يعني من المستشفيات المتقدمة والراقية واللي تقدم خدمات مميزة ككل، وأنا ما تناقش في هذا الموضوع لأن شهادتي فيهم أصلا مجروحة، ولكن مشكلتي الأربعة آلاف مال جناح البستان ترى فيها. لا 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 مو بالأربعة آلاف مال جناح البستان، أنا مال. أنا اللي عنده دكتورة حقه يروح زين، ولكن أنا مشكلتي عند الشخص اللي يعني على قده وزي وتي حرمت الزن على راسه اللي تبغي شو اسمه هذا البستان، والريال فقير يعني خاصة الأول ولدي إن شاء الله إن شاء الله لي تمرين فيه. منو في ريان الحين يقولها ان شاء الله ان شاء الله؟ ها لا مساكين والحريم، تلاقي اخشي هي بتدفع روحها والله، بتيمع 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 بتدفع روحها، لو تدفع حق حبل السر احسن لها. انا اقول لكم يا حريم من اول ما تعرفين باذن واحد احد انت حامل، يمعي حق الاثنين، حطي 1000 هني 1000 هناك حق الحبل السري وحق جناح البستان، من تتونسين ومن تضمنين ان شاء الله صحه طفلك ومستقبلك. انت يعني هي المساله كلها ترى مو عشان هي تتونس، عشان اللي بيونها يتونسون. هي بعد والله غرف تشرح، والله تشرح صدر محمود. انت روح خلي يعني لو ما في حريم تدش وتشوف الغرف تحس كأنه فندق. ابو هناد بتنازعني عقب الحلقه بتشكرني انا بتقولي شكرا دكتور على المدعم. ناخذ مداخله من علي. علي بيكلمنا عن عنده مداخله ظني على التامين. صباحك الله بالخير علي. السلام عليكم. يا هلا. السلام هلا اخوي تفضل. اول شيء علي قبل لا تقول لي مداخلتك، شو رايك في الموضوع اللي كنت تكلم فيه؟ والله انا الحين توني ابغى اسلم عليكم، اول قبل ما اسلم عليكم بغيت اقول كل واحد يمدري على قد اختار. اشكرك. معناه انه ما عنده ما يروح البستان. لا انا امكانياتي ما تسمح لي اني انا اسير، والمفروض الحرمه تقدر هذا الشيء. اي صحيح. الحرمه وربيعاته يستانسون وبعدين انا اتورط ولا هي تتورط. يعني مو كفايه ديون العرس بعد ديون الربا. مثل يعني قبل فتره انا اكلم واحد من الاخوان عرس بيتزوج بيسوي في فندق بكلفه مصاريف كثيره، قلت له يا اخي صراحه اخوك مو بصاحي، لان انا احط على ظهري ديون وورط عمري على اساس انه والله شو الناس تقول والله عرس فلان كان في الفندق الفلاني صحيح صحيح، هذا مو بخل لكن كل واحد يمدريد على قد الطاقة. احسنت. طيب ملاحظتك يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مداخلتك انا اول شيء قبل ما اقول مداخلتي انا احب اشيد في برنامجكم لان من البرنامج من البرامج الممتعه اللي فيها خفه الدم، زائد ان الانسان او المستمع يستفيد منكم كثير، وهذه حقيقه مو مجامله، لان ساعات واحد يسمع برنامج لكن ما يشتهي لان مقدم البرنامج شوي جاف ما عنده أخذ وعطاء، لكن أنتوا بالعكس يعني الابتسامة والضحكة وال موجودة، وهذا شيء طيب، والله يوفقكم والله يعطيكم الصحة والعافية. جزاك الله خير علي، تفضل يا سيدي.
أنا عندي ملاحظة. أنا زوجتي سوت لها تأمين مع الشركة في تكافل. فصار الحرب، صارت عندها جلطة بعيد عنكم، دخلت المستشفى، مستشفى راشد، خطة التأمين. لكن بعد ما طلعت من المستشفى المفروض أشتري لها دواء أو أخذ لها دواء، قالوا أشتري من برا. صرت الصيدليات ما حد رضى يعطيني، قالوا لا هذا ما يغطي. صرت التأمين أو الوساطة، كلموا التأمين مش عارف شو، قالوا لا في الصيدلية، الصيدلية بيعطونك. رديت مرة ثانية الصيدليات ما حد رضى يعطيني، قال لا زين. حولوني قالوا لي سير العيادة، والعيادة بيحولونك المستشفى. حولوني إستر، صرت بعد نفس الشيء وديت الحرمة، كتب لها الدواء نفس الدواء هذا. صرنا الصيدلية قال لا الدواء غالي ما يغطي. أنا اللي عارفه حسب اللي أنا فهمي، ما أدري إذا أنا كنت غلطان ولا أنا قبل ما أنا، طبعا أنا حاولت وايد أني أتصل في هيئة التأمين، أتصل في كذا مكان، لكن للأسف ما حصلت أي نتيجة. كل واحد يحولني على حد لين ما فقدت الأمل. يعني يمكن 4-5 جهات اتصلت ما حصلت نتيجة. فاللي أنا فهمه اللي عارفه أن المفروض التأمين يغطي الدواء بغض النظر عن قيمة التأمين نفسه. يعني صحيح. فهل أنا صح ولا أنا غلطان؟ ما أعرف الجواب عنكم. أنت إن شاء الله صح في كل الأحوال، بتكون صح إن شاء الله. زين نحن منحول الموضوع على الجماعة عندنا في التأمين في إدارة التمويل الصحي. إنزين وبخبرك بالضبط شو اللي بيستوي ميرا، بس الرقم عندك ها رقم علي؟ ممتاز. منكمل علي بنشوف البروسيس، وأنا عقب البرنامج كذلك بكلم مدير الإدارة بشوف، لأنه ما عندي إجابة تفصيلية للحالة كلها، ولكن أتوقع أنت صح إن شاء الله. إنزين لأن صراحة أنا صار لي 3 شهور أدفع أنا. صادق صادق. والمشكله ان تعرف يعني هذا شوي يطول الدواء الجلطه، وهذا صح. يطول السالفه. لا علاج يعني هذا يكمل يعني على 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 مدى يعني نعم. فتره طويله، ولكن ان شاء الله باذن الله علي بشوف الموضوع وبرد عليك بالتفصيل شو هو بالضبط. وحتى اذا حاب يعني تحت الهواء بعد بخليهم يتواصلون معاك دايركتلي، وبناخذها على اساس ان تكون ضمن القنوات الرسميه دايركتلي تدخل في هذه المساله. شكرا. الله يرحم والديك ويجزاك الله خير وموفقين خير يا رب. تسلم. والى الامام ان شاء الله. شكرا لك اخوي، نهارك سعيد. شكرا لك. طيب نطلع فاصل دكتوره. نعم. بعد الفاصل ان شاء الله بنتواصل. صحه وسعاده. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-1414 والرسالة النصية على 4006. وفي رسالة جميلة، مو بجميلة وايد بس خليني أقراها. أقول إنزين، يقول صباح الخير، أنا معاكم من مستشفى لطيفة من أحسن وأكفى المستشفيات، لكن عليهم ملاحظات صغيرة تخرب عليهم، من أهمها الشكوى الزايدة على علو على سوء التكييف. سوء التكييف مع العلم بأن الحامل تشعر بالحرارة أكثر عن الباقيات. أنا بخبركم شغلة هني. أحيانا في أكثر من شيء. أول شيء الحرارة في كل مكان، خاصة في الصيف، يعني في النهاية هذه أجهزة وهذا مبنى وكذا. ولكن التكييف بالتحديد في مستشفى، في المستشفيات عموما، تخضع لنظام، عندهم نظام معين، لازم الحرارة ما تكون أعلى ولا أقل. فأحيانا الواحد يحس بحرارة صح. أنا هذا ندخل في بعض الأقسام في المستشفيات كلها، مو مستشفى، حتى المستشفيات الخاصة الدكتورة يعني في عندهم نظام صح، أنه يعطونك تحكم أنك أنت تتحكم وكذا خاص فيك في الغرفة، ولكن بعض هذه المستشفيات الجديدة، المستشفيات القديمة لا، لأنه كان نظام يمشي على الأجنحة كلها، فيكون في بعض المرضى ما يتحملون هذا البرد الزايد، وفي بعض المرضى ما يتحملون الحرارة الزايدة. ممكن صح، ممكن واحد يجيب له مروحة روحه يوقفه في الغرفة ليكونوا معتدل. انزين يكون الجو معتدل. الآن إذا كان الجو حار وايد المكيف ما يشتغل، لا هو شغال بس ما يكون ما يكون برد، يكون الجو معتدل. في ناس يحبون جو بارد بزيادة. طيب نحن نسكر هذا الموضوع ونحوله على الجماعة في مستشفى اللطيفة على أساس يأخذون إجراء في هذه المسألة، لأن بالفعل كانت في أكثر من
ملاحظة على هذا الموضوع، كان الرد أن هم عندهم نظام معين في التهوية، بس نحاوله مرة ثانية نشوف شو ردهم. طيب ما نتكلم عن حملة اسمها حملة الوقاية من الإشعاع. معانا في الاستوديو الأخت العنود محمد البستكي، نائب رئيس حملة الوقاية من الإشعاع في العالم العربي فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فني أشعة رئيسي أول مسؤول قسم القسطرة التداخلية ضابط وقاية من الإشعاع. ما شاء الله بوزيشن يعني الحمد لله ما خليت حكاتك. لا ما شاء الله يعني وايد تفرعات فيها، ولكن خلينا نتكلم في البداية أختي العنود عن فعالية حملة الوقاية من الإشعاع. شو هي هذه الفعالية وشو هي هذه الحملة؟ زين، أول شيء السلام عليكم وصباح الخير، ومن بداية ما بديت أنا الحملة ما أقول صباح الخير، أقول صباحكم مشاء. قبل ما أبتدي عن الحملة أبغي شوي أعطيكم مفهوم بسيط عن الأشعة، أو مفهوم علم الأشعة. أول ما الناس تسمع كلمة أشعة أول شيء يخطر في بالهم انفجارات نووية وتشوهات خلقية، لكن في الواقع هالكلمة لها معنى أدق وأوضح إذا شرحتها لكم بهالطريقة، يعني طريقة بسيطة. ما هو الإشعاع؟ متى يجب أن نخاف منه؟ الإجابة تبدأ بمعنى بفهم معنى كلمة الأشعة. الأشعة هي طاقة في حالة حركة تنتقل عبر موجات غير مرئية، يتعرض لها الإنسان للإشعاع بشكل يومي. يعني في الحقيقة لطالما كان الإشعاع جزءا من الحياة اليومية على كوكب الأرض. نعم. ينبعث الإشعاع من مصادر طبيعية مثل الشمس والجرانيت، حتى اللي نستخدمه في بناء بيوتنا هالأيام أيضا يعتبر هو مصدر طبيعي للإشعاع. المصادر الصناعية للإشعاع مثل أجهزة الأشعة السينية اللي نستخدمها في مجال الطب وأجهزة الميكرويف اللي موجودة في كل البيوت تقريبا. ويوجد نوعين من الإشعاع، الإشعاع غير المؤين والإشعاع المؤين، ويعتبر النوعين المؤين والغير مؤين ضارين عند التعرض لهم بكميات كبيرة فقط. الإشعاع الغير مؤين يبعث طاقة كافية لتحريك الذرات، يعني مثلا جهاز الميكروويف، يعني يمكن هذا السؤال كل حد يسأله، جهاز الميكروويف ضار أو كذا، كيف طريقة عمله؟ إنه في إشعاع غير مؤين، يعني الأشعة الغير مؤينة تقوم بذبذبة المياه داخل الطعام مما ينتج الحرارة اللي تنضج الطعام. نعم. والإشعاع المؤين يبعث طاقة كافية لتغيير تركيب الذرة، والتغيير هذا اللي يحدث في تركيب الذرة يمكن أن يدمر الخلايا الحيوية. يعني مثلا عندنا مثال الحروق من أشعة الشمس، هذا مثال على الإشعاع المؤين الطبيعي. علم الأشعة طبعا اللي هو تخصصي اللي أنا درسته هو أحد فروع الطب اللي يستخدم تقنيات التصوير الطبي، وذلك بهدف وضع التشخيص الملائم، في بعض الأحيان أيضا يتطرق إلى العلاج. فمعنا احنا محاطين بالأشعة من جميع الجهات، مؤينة غير مؤينة، مصادر طبيعية مصادر صناعية. ومو مثل ما الناس تفهم ان الأشعة معناه شيء خطر، معنا في أشعات حوالينا تكون طبيعية موجودة. فزين ذكرتينا عن الميكرويف، انا صراحة انسان وايد اخاف الميكرويف، احس لازم ما نستخدمه وايد لانه ينشر يعني فكرتنا كانت دائما ينشر الإشعاع في البيت ممكن يسمح لنا نسوي سرطانات، بس الفكرة هذه اتوقع انها تكون يعني مو صحيحة طبعا. هي تعمدت اني اتطرق عن اتكلم عن الميكروويف بالذات لان هاي من الأسئلة الشائعة دائما، ان الميكروويف هل هو ضار، شو النوع الإشعاع اللي فيه. فمثل ما قلت الإشعاع المؤين والغير مؤين، طبعا الميكروويف يستخدم إشعاع غير مؤين. الميكروويف من الإشعاع اللي لا يتدخل في تكوين أو تغيير تركيبات النواة في جسم الإنسان، فيعني ترى يكون قليل أو لا يذكر خلونا نقول. أما أن أي إشعاع المؤين أو غير مؤين كثرة التعرض له أو التعرض له بكميات كبيرة طبعا له ضرر، سواء كان مؤين أو غير مؤين. الحين أنتوا عندكم حملة للوقاية من الإشعاع، طبعا مثل ما قلت يتعرض له بكميات كبيرة، كلمينا عن هالحملة عنود. زين خلوني أقولكم عن
حملتنا هاي اللي هي حملة الوقاية من الشائع في العالم العربي تحت شعار عام الخير الذي أطلقه رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على سنة 2017 العام الماضي. أطلقت إدارة التعليم الطبي لهيئة صحة دبي بإدارة مكتب استشاري للشاع الطبي حملة توعوية محلية تثقيفية تشمل عدد من مدارس إمارة دبي للطلبة والطالبات في المراحل التعليمية طبعا التأسيسية والإعدادية والثانوية، وأيضا عدد من الكليات والجامعات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتطبيقات الإشاعية، مثلا عندنا الجمارك والمطار في أماكن اللي يتعاملون مع الإشاع. وبدينا خلال شهر نوفمبر الماضي 2017، وإن شاء الله هدفنا أن احنا نتواصل ونكمل حملتنا هاي لنهاية العام الجاري 2018. يتزامن انطلاق هذه الحملة المحلية مع مبادرة الوقاية من الشاع في العالم العربي Arab Safe Program and Campaign. هاي الحملة مدعومة دوليا من قبل منظمة الصحة الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشارك في رعايتها هيئة صحة دبي. هذه المبادرة الدولية متعددة القطاعات ومسؤولية مشتركة بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية السلامة الإشاعية في مجال الطب الإشاعي. وتشمل هذه الحملة تعزيز ثقافة السلام الإشاعي في المجتمع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والعلمي لهيئة صحة دبي. وهذه الحملة شبكة تواصل تربط المهنيين العاملين في مجال الطب الإشاعي لتحقيق أهداف الوقاية من مخاطر الإشعاع الناتج عن الممارسات الطبية في المؤسسات الصحية المختلفة. ممتاز. أختي عنود، أنت الحين لفت انتباهي مسمات ما شاء الله فني أشعة وضابط وقاية من الإشعاع، فهم تخصصين مختلفين ولا هو تخصص واحد؟ يعني كل فني أشعة لازم يكون عنده وقاية من الإشعاع. تعرفين تخصصات الأشعة ممكن ناس وايد ما تعرف عنها، وتوقع حتى المواطنات فيه قليلات تخصص الأشعة. في مجالنا المواطنات قليلات، لكن الحمد لله ما شاء الله متميزات وكلهم أثبتوا وجودهم الحمد لله في هالمجال. كل في علم الأشعة أو دراسة علم الأشعة لازم في أساس أن الفني الأشعة أو الطالب اللي يدرس هذا المجال لازم يأخذ قسم معني بالوقاية من الإشعاع. فمش كل فني أشعة يكون ضابط وقاية من الإشعاع. ممكن أنا أتخصص في هذا المجال، لكنه من أساسيات علم الأشعة إنه لازم أنا كفنية أشعة باكر بطلع في المجال وبتعامل مع الناس ومع البشر. نعم. لازم أعرف كيف طرق الوقاية من الإشعاع لي أنا حتى كعامل في هذا المجال، ولحماية طبعا الناس اللي والمرضى اللي أنا أتعامل معهم. صحيح. الحين في هيئة الصحة في دبي إحنا شو الاحتياطات اللي ناخذها عشان موظفين اللي يشتغلون في قسم الأشعة نحميهم من الإشعاع، لأن طبعا يتعرضون طول اليوم للإشعاع، فشو الاحتياطات إحنا نسويها عشان نحميهم؟ عندنا وايد مقاييس دولية إحنا نتبعها، وطبعا إحنا أيضا نتبع الهيئة الاتحادية للرقاب النووية اللي هي فانر الموجودة مقرها في أبوظبي. هاي المقاييس الدولية دائما تحرص أن موظف الإشعة يستخدم الإشعة بطريقة آمنة على المريض، وأيضا يمارسه بطريقة آمنة أنه ما يضر نفسه في نفس الوقت. في مقاييس معينة وإجراءات معينة في أدوات الفن يستخدمها أن تحدد من كمية تعرضها للإشعاع حتى لا تسبب يتسبب للخطر يعني. الشيء الثاني أنه حتى المرأة العاملة في مجال الأشعة لها في مقاييس معينة نتبعها، إن إذا في حالة كان هناك حمل حدث في خلال فترة الممارسة حتى بعد الولادة، وأيضا هناك أجهزة نستخدمها اللي هي تقيس مدة تعرض أو كمية تعرض الإشعاع اللي تعرض لها المهني في مجاله، حتى إن إحنا نتأكد إنه ما يتعرضون للخطر في خلال فترة عملهم. طيب بشكل عام الأشعة حوالينا في كل مكان. نعم. صح هذا الكلام ولا غلطان؟ كل مكان. إنزين. شو لازم أنا أسوي كإنسان عادي، أنا مش فني ولا طبيب ولا كذا، أقي نفسي من هذه الأشعة؟ بالنسبة أصلاً هل هي ممكن تضرني بشكل كبير ولا لا؟
مثل ما أنا قلت في البداية أن التعرض للإشعاع بأي نوع من أنواعه بكميات كبيرة ممكن يسبب خطر. بالنسبة للإشعاع الكوني اللي موجود في الطبيعة عندنا الإنسان يعني هذا شيء موجود سبحان الله، يعني هذا شيء الله يعني الحياة ما تستمر بدون هذا الإشعاع اللي موجود في الكون، وعندنا أكبر مثال الشمس، الحياة ما تستمر بدونها على سطح الأرض، والإشعاع موجود بكمية كبيرة في الشمس، لكن الإنسان ممكن يوقي نفسه من مصادر الإشعاع اللي ممكن يعرفها، مثل مثال التعرض لأشعة الشمس ممكن أن يقلل من كمية أو من مدة التعرض لأشعة الشمس مثل ما احنا قلنا، لأنه ممكن تسبب صعوبة يعني حروق، ممكن تسبب على المدى البعيد حتى لا سمح الله السرطان. أما بالنسبة بالإشعاع في المجال الطبي فهناك طبعا احنا كفنيين أشعة لنا دور مهم ان احنا نتبع مقاييس الوقاية من الإشعاع على المريض، فان شاء الله يعني ما بيكون عليه اي ضرر، لكن انا كدوري اي او دور اي شخص من حقه اذا دخل او ممكن كان عنده فحص في تشخيص طبي وحاب أنه يستفسر عن مخاطر الإشعاع وطرق الوقاية منه، إحنا كفنيين هذا دورنا أن إحنا نشرح لهم شو الأخطار وكيفية طرق الوقاية منه. طبعا التعرض للإشعاع في للتشخيص الطبي غير ضار إذا كان تم استخدامه يعني للضرورة فقط، خلينا نقول للضرورة، يعني ما أنا ما بي كل واحد تعور كل واحد طاح بسوي له أشعة، هذا طبعا دائما يرجع القرار الأول والأخير للطبيب اللي حول المريض للأشعة، وأيضا أنا كفني أشعة لي الرأي ولي الكلمة أني أنا أقدر أشوف هل هذا الفحص ضروري إنه ممكن يساعدني في التشخيص أو حتى ممكن في علاج المريض أو لا، ممكن أنا في طرق ثانية. حتى مثل ما قلنا الإشعة يمكن الناس ماخذين فكرة أن الإشعة هي بس الإكس راي أو السي تي سكان، في أجهزة تشخيصية أخرى تستخدم موجات صوتية موجات كهرومغناطيسية اللي هي الألترا ساوند أو خلونا نقول باللغة العامية السونار أو التلفزيون، والأماراي اللي هو الأشعة أشعة الرنين المغناطيسي. هذه الطرق البديلة المشكلة أن استخداماتها محدودة، وكل نوع من أنواع الأجهزة لها استخدامات معينة لها طريقة في التشخيص. يعني جميل، يعني نحن بعد كذلك نبغي يعني أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات يدخلون في هذا المجال، ما يخافون إن شاء الله من الأشعة وأضرار الأشعة وكذا، لا لأن كلها تتم وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة. نحن شاكرين لك أختي العنود محمد البسكي نائب رئيس حملة الوقاية من الإشعاع في العالم العربي فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، فني أشعة رئيسي أول، مسؤول قسم القسطرة التداخلية، ضابط وقاية من الإشعاع. ليش ضحك؟ لأن أحس أنك تعبت وأنت تقرأ. لا لا بالعكس، الله يوفقكم. الله يعطيكم الصحة والعافية وأشكركم على الاستضافة. شكرا، شكرا لك. يقول ليش ما قريتوا رسالتي مالتي، كنت مطرش الرسالة عسى بالتوظيف في هيئة الصحة. عوشة رسالتك اللي تحت ما ذكرتي فيها هيئة الصحة واحد، وكانت أيام البث المباشر، يعني وقت بث المباشر نحن سبتي ما قريناها. بس عموما طرق التقديم على الوظائف في هيئة الصحة معروفة على الموقع، موقع هيئة الصحة www.dha.gov.ae. صباح الخير دكتورة ندى، أرجو منك اتصلي بي تحت الهواء وشكرا. قالت الدكتورة في بداية البرنامج يا جماعة الخير اتصلوا فيها على الهواء ولا طرشوا المسج تشرحون شو الموضوع، بس اتصلي فيها بعد البرنامج دكتورة إن شاء الله. الحين أنا عندي اجتماع ضروري بسير بتواصل لكم ممكن باكر الصبح وين في العيادة. طيب شكرا جزيلا لكم، شكرا دكتورة، شكرا ميرا الإغفلي، وشكرا لنور نزال كانت معنا في الإعداد، وكل الشكر لمخرجنا وائل القواسمة. اليوم هادي الحمد لله، يعني إن شاء الله كل يوم وبدأت البرنامج بس بدأ يكسر بعض الأشياء، لكن الحمد لله نهاية البرنامج هدى خلص البتري ماله. أوكي إن شاء الله أنزل. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله، حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.